السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم رح نشرح فيه درس جديد من دروس مادة العلوم للصف السادس الأساسي في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. اليوم يا سادس رح نبلش بالوحدة الأخيرة من منهاجنا، رح نحكي عن المياه في حياتنا. رح نحكي عن المياه من جميع النواحي، رح نحكي عن توزيع المياه على سطح الأرض، رح نحكي عن الوضع المائي للأردن، رح نحكي عن كل ما يخص المياه. أول موضوع رح نبلش فيه اليوم رح نحكي عن مصادر المياه الاعتيادية. هسا خلال الشرح رح نعرف ليش سميناها مصادر المياه الاعتيادية. بداية يا سادس، كلياتنا بنعرف إنه سطح الأرض مكون معظمه من مياه، يعني ثلاث أرباع سطح الأرض بيحتوي على مياه، ولكن ما زالت مشكلة المياه مشكلة عالمية، كل العالم بيعاني من مشكلة نقص المياه. طب إذا كان سطح الأرض ثلاث أرباعه مكون من ماء، فليش إحنا بنعاني من مشكلة المياه؟ لو طلعنا على الرسم اللي أمامنا رح نعرف توزيع المياه على سطح الأرض. بداية الرسم في الدائرة العلوية بيوضح لنا إنه معظم المياه الموجودة على الأرض هي عبارة عن مياه مالحة، أي مياه لا يمكن استخدامها للشرب، مياه غير صالحة للشرب، مياه لا يمكن استخدامها لري المزروعات، مياه لا يمكن استخدامها لري المواشي، لا يمكن يعني الاستفادة منها بحياتنا إحنا، لأنه هي عبارة عن مياه البحار والمحيطات، وبتشكل البحار والمحيطات نسبة 97.5% من المياه الموجودة على سطح الأرض. يعني معظم المياه الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن مياه مالحة وغير صالحة للاستهلاك البشري بوضعها اللي هي عليه. بيضل عندنا نسبة 2.5% فقط في المية من المياه الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن مياه عذبة أو مياه يمكن الاستفادة منها. لو طلعنا الآن على تقسيم هدول 2.5، إحنا فقط عندنا نسبة 2.5% من المياه، ولكنها برضو هاي 2.5% مقسمة موزعة على سطح الأرض كالآتي: 79% من المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن جليديات أو ثلج موزع في الأقطاب موجود على شكل جليد، يعني برضو إحنا لا يمكن إنه إحنا نستفيد منه بسهولة. إذا معظم المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن جليديات أو ثلج موزع في الأقطاب ولا يمكن الاستفادة منه. في عنا نسبة 20% عبارة عن مياه جوفية، يعني مياه موجودة داخل الأرض، داخل باطن الأرض، مش مياه موجودة على السطح. بيضل عنا نسبة 1% هي عبارة عن مياه عذبة سطحية، أي مياه موجودة على سطح الأرض ومياه عذبة يعني يمكن الاستفادة منها. إذا النسبة الأكبر من المياه الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن مياه مالحة موجودة في البحار والمحيطات على شكل مياه مالحة. بيضل عنا نسبة 2.5% فقط من مجموع المياه الموجودة على سطح الأرض هي عبارة عن مياه عذبة. الآن توزيع المياه العذبة زي ما حكينا 79% تقريبا 80% من المياه العذبة على سطح الأرض هي عبارة عن جليديات أو ثلوج موجودة في الأقطاب، ما بنقدر نستفيد منها بشكل مباشر ونستخدمها. بضل عنا 20% هي عبارة عن مياه جوفية، والآن خلال الشرح رح نحكي أكثر عن المياه الجوفية وكيف بنستخرجها وكيف بنستفيد منها. وفي عنا 1% فقط هي عبارة عن مياه عذبة سطحية موجودة على سطح الأرض، 1% فقط من مجموع المياه العذبة على شكل مياه عذبة سطحية. الآن لو حكينا طبعا المصدر الأساسي للمياه الموجودة على سطح الأرض، أهم مصدر والمصدر الأساسي اللي هي مياه الأمطار. لكن مياه الأمطار الآن لما تسقط الأمطار كيف بتتوزع مياه الأمطار؟ وين بتروح؟ أول جزء من مياه الأمطار بتبخر مباشرة بعد سقوط الماء، وإحنا حكينا أنتم بتعرفوا أن التبخر هي عملية تحدث في جميع الأوقات وعند جميع درجات الحرارة. أول جزء من مياه الأمطار أول ما تسقط على سطح الأرض بترد تتبخر مرة أخرى. طبعا تتبخر مش إنها بتضيع، هي بتتبخر تصعد للطبقات الجو العليا، بيصير لها تكاثف في الغيوم، بترد هاي الغيوم يعني بتتساقط مرة أخرى على شكل أمطار، ترد هاي قطرات الماء تتساقط مرة أخرى على شكل أمطار. إذا أول جزء من مياه الأمطار بيعود للتبخر مباشرة، أول ما يسقط على سطح الأرض بيرد يتبخر مباشرة، بيرد يصعد لطبقات الجو العليا. وفي عنا الجزء الآخر من المياه بيجري على شكل على سطح الأرض على شكل مياه سطحية،
يعني الأنهار، البحيرات، المياه السطحية، يعني لما تسقط مياه الأمطار وتضل موجودة على سطح الأرض، تضل موجودة على سطح التربة، هاي أنا بسميها مياه سطحية، من اسمها مياه سطحية، يعني هي مياه موجودة على سطح الأرض. بنلاقيها على شكل أنهار، على شكل جداول، على شكل بحيرات. هاي المياه كلياتها بتكون موجودة على سطح الأرض. والجزء الآخر من المياه، من مياه الأمطار، لما تسقط الأمطار في جزء من هاي المياه بيتسرب إلى داخل باطن الأرض، يعني بيدخل إلى داخل باطن الأرض وبيصير على شكل مياه جوفية. وبرضه هسه رح نعرف أكثر شو يعني مياه جوفية. إذا مسارات مياه الأمطار، لأن إحنا سقط عنا مياه من السماء، سقط عنا مياه أمطار، وين بتروح هاي مياه الأمطار؟ أول جزء منها بيعود مباشرة لطبقات الجو العليا على شكل تبخر، بتتبخر مباشرة هاي المياه، بتصعد لطبقات الجو العليا وبتتكاثف على الغيوم. ثاني جزء من هاي المياه بيجري على سطح الأرض على شكل سيول، على شكل أنهار، وبيضل موجود على سطح الأرض. وثالث جزء من هاي المياه بيتسرب إلى داخل باطن الأرض، بيدخل إلى داخل طبقات الأرض على شكل مياه جوفية. الآن طبعاً عشان الأمطار هي عبارة عن المصدر الرئيسي والأساسي للمياه العذبة على سطح الأرض، فأكيد إحنا لازم نستفيد منها، ما لازم نخلي كل المياه تضيع أو كل المياه تدخل إلى داخل طبقات الأرض، أو ما نخليها كلها تتبخر. عشان هيك بننشئ إشي اسمه السدود. هاي السدود بننشئها على مجاري الأنهار، يعني إحنا بيكون في عنا نهر ماشي، يعني إحنا عشان نستفيد من هاي المي الموجودة عندي بنشئ سد. هذا السد بجمع مياه الأمطار الساقطة، بحافظ على كمية المياه الموجودة في هذا النهر أو في هذا السيل أو في مجرى الماء شو ما كان. فإحنا بنقيم هاي السدود على عشان تحافظ لنا على كمية المياه الموجودة، وعشان نجمع مياه الأمطار ونستفيد منها. طبعا عندنا الأردن مشهورة بالسدود، عندنا عدة سدود موزعة على كل الأردن. أشهر هاي السدود سد الملك طلال، سد الوحدة، وسد وادي الموجب. طبعا أيام الشتاء كنا نسمع عن هاي السدود يحكوا مثلا اليوم سقط كمية معينة من الأمطار أدت إلى فيضان هذا السد، لأن السد وظيفته يجمع مياه الأمطار، ضل يجمع مياه أمطار ويجمع ويجمع لحد ما وصلت إنه هو تعبت، يعني طاقته الاستيعابية خلص كملت، فبلش هذا السد يفيض أو يطلع المياه الزايدة عن حاجته. إذا السدود هاي مفيدة جدا ومهمة جدا لتجميع مياه الأمطار، لأنه إحنا بنعرف في الأردن فقط فصل الشتاء اللي بيتساقط فيه الأمطار، بعدين بالصيف بيكون عندنا فصل جاف ما بتتساقط فيه مياه الأمطار، وقتها بنصير ناخذ مياه من هاي السدود عشان حياتنا اليومية، عشان نستفيد منها في حياتنا اليومية، في الشرب وفي ري المزروعات. إذا السدود هي طريقة لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها، وأهم السدود عندنا بالأردن سد الملك طلال وسد الوحدة وسد وادي الموجب. لو جينا الآن نحكي عن المياه الجوفية، وحكينا المياه الجوفية تشكل 20% من المياه العذبة الموجودة على الأرض، معناته 20% هي مصدر مهم جدا للماء، لا يمكن إنه إحنا نستغني عنه. وفي الأردن تحديدا هي المصدر الرئيسي للمياه في الأردن هي المياه الجوفية. لأن السؤال كيف بتتشكل المياه الجوفية؟ لما تسقط عنا الأمطار يا سادس، حكينا جزء منها بيجري على سطح الأرض على شكل جريان سطحي، وجزء منها بيصير في عندي جريان جوفي أو بيدخل إلى داخل طبقات الأرض. طبعا التربة وطبقات الصخور عبارة عن مواد تحتوي على فراغات، يعني هي بشبهها بإسفنجة. هاي الإسفنجة تحتوي جواتها على فراغات، هاي الفراغات لما تسقط عليها مياه الأمطار وتدخل هاي المياه إلى داخل طبقات الأرض تتجمع في هاي الفراغات الموجودة بين حبيبات الصخور وبين حبيبات التربة. لما تدخل هاي الأمطار على داخل باطن الأرض تتجمع في هاي الفراغات، هون بصير أسميها مياه جوفية لأنها دخلت إلى داخل باطن الأرض. الآن مع استمرار تساقط الأمطار بتزيد كمية المياه المختزنة في الأرض، يعني هي فعليا مش كمية بسيطة يا سادس، هي كمية كبيرة، ومع استمرار تساقط الأمطار فصل بعد فصل بتزداد كمية المياه الموجودة داخل طبقات الصخور. في هاي الحالة أنا صرت بقدر أستفيد منها لأنها صارت كمية مياه كبيرة وكمية مياه اقتصادية، ممكن أستخرجها وأستفيد منها في حياتنا اليومية لاستعمالاتنا اليومية.
إذا بيتسرب جزء من مياه الأمطار إلى باطن الأرض، مع استمرار تساقط مياه الأمطار بتزيد كمية المي المختزنة داخل الأرض. لأن اللي بيصير عندي يا سادس كالآتي، رح تتساءلوا الآن طب هاي المياه كيف بنستفيد منها، طب كيف بنطلعها من داخل طبقات الأرض. اللي بيصير إنه هاي المياه لما تبدأ تتجمع بتتجمع بكميات كبيرة في أماكن محددة، هسا رح نحكي عنها كمان شوي. بتتجمع هاي المياه بكميات كبيرة. الآن إذا خرجت هاي المياه بشكل طبيعي هي ممكن تطلع لحالها على سطح الأرض، يعني هي تجمعت كونت كمية كبيرة من المياه داخل باطن الأرض. الآن اللي بيصير إذا كان هذا هاي الكمية المياه الجوفية، خلينا نسميها خزان جوفي، إذا تقاطع هذا الخزان الجوفي مع سطح الأرض، يعني كان الخزان الجوفي قريب من سطح الأرض، ممكن هاي المياه تصير تخرج لحالها بشكل طبيعي بدون ما أنا أحفر عشان أطلعها، ممكن تخرج لحالها على سطح الأرض بشكل طبيعي. وفي هاي الحالة بسميها ينابيع. في عنا بالأردن مثلا حمامات ماعين هي مثال على ينابيع. هاي الينابيع في جوا الأرض خزان جوفي بيحتوي على كمية كبيرة من المياه الجوفية. اللي صار إنه هذا الخزان الجوفي كان قريب من سطح الأرض، فبلشت هاي المياه تخرج من داخل الخزان الجوفي، تخرج إلى سطح الأرض على شكل ينابيع. فالينابيع هي عبارة عن خروج طبيعي للمياه الجوفية، تخرج من داخل الأرض وبتصير على سطح الأرض بشكل طبيعي. طيب في حال أنا ما تكونت عندي ينابيع وهاي المياه الجوفية ما طلعت لحالها بشكل طبيعي، شو رح أعمل أنا عشان أطلعها؟ رح أعمل إني أنا رح أحفر خزان جوفي، رح أحفر خزان جوفي داخل باطن الأرض عشان أطلع هاي المياه. لأنه أنا عملت دراسات مثلا على منطقة معينة وتبين أنها بتحتوي كمية كبيرة من المياه الجوفية، وهي المياه الجوفية عبارة عن مياه أمطار، فهي مياه عذبة أنا بقدر أستفيد منها ومهمة جدا لحياتنا. فاللي بعمله أنه أنا بحفر بئر جوفي، يعني بحفر سطح الأرض عبين ما أوصل لهاي المياه الجوفية وبطلعها عشان أستفيد منها. طبعا في عنا شروط عشان يتكون عنا عشان تتجمع هاي المياه في مكان معين. أكيد المياه يا سادس ما بتضل تفوت من سطح الأرض وتضيع داخل باطن الأرض، لا، هي بتتجمع مع بعضها البعض، بتكون لي إشي اسمه خزان مائي أو خزان جوفي. ليش سميته خزان جوفي؟ لأنه هو إشي موجود داخل جوف الأرض، داخل باطن الأرض. اللي بيصير يا سادس زي ما أنتم ملاحظين من هاي الصورة، في عندي الطبقة العلوية لسطح الأرض هي عبارة عن طبقات منفذة. شو يعني طبقات منفذة؟ يعني تسمح للمياه بالنفاذ، يعني إذا سقط عليها مياه أمطار بتأخذها وبتنزلها تحت، بتسمح لها أنها هي تمر، كيلها يلا مري، بتسمح لها أنها تمر. فبتمر مياه الأمطار وفصل بعد فصل بتضل هاي المياه طبعا تدخل إلى داخل باطن الأرض. اللي بيصير إنه هاي المياه الجوفية مش ثابتة داخل باطن الأرض، بتضل تتحرك، فبتتحرك من مكان إلى آخر عبين ما تلاقي إشي بسميه طبقة كتيمة، زي الطبقة اللي أنتوا شايفينها لونها بني على الرسمة. هاي الطبقة بسميها طبقة كتيمة، يعني هي طبقة لا تسمح للمياه بالمرور، يعني مياه داخل باطن الأرض بتضل تتحرك من مكان إلى آخر، ما بتضل ثابتة لحد ما تواجه إشي اسمه طبقة كتيمة. هاي الطبقة تحكي لها خلص وقفي هون، ستوب، ممنوع تتحركي أكثر من هيك، فتحجز هاي المياه، تمنعها انه هي تتحرك، فبتبطل المياه الجوفية تتحرك، بتضل تزيد عليها طبعا، بتتجمع داخل هاي المنطقة، بيكون في تحتها طبقة كتيمة، يعني طبقة ما بتسمح للمياه بالمرور، فبتوقف هاي المياه وبتبدأ تتجمع في هذا المكان. في من أعلاها طبقة منفذة، يعني بتسمح للمياه بالمرور، وفي تحتها طبقة كتيمة لا تسمح للمياه بالمرور، بتوقفها، ما بتسمح لها انها تضل تفوت الى داخل طبقات الأرض، بتوقفها. فهون مع وجود طبقة كتيمة بيصير عندي خزان جوفي، بتتجمع المياه، كمية مياه جوفية كمية كبيرة تتجمع في هذا المكان عبين ما يجي حدا يحفر ويطلعها. الآن لو تلاحظوا في عنا الخط العلوي للخزان المائي، هذا بسميه سطح المياه الجوفية أو مستوى المياه الجوفية، يعني هون وصلت المياه الجوفية، ما في أعلى منها مي، فالسطح العلوي الحد العلوي لخزان الماء الجوفي هذا بسميه سطح المياه الجوفية.
طبعا انا في حال كان سطح المياه الجوفيه تقاطع مع سطح الارض، يعني كان قريب من سطح الارض، ممكن تخرج هاي المياه لحالها بشكل طبيعي بدون ما انا احفر عشان اطلعها، بتخرج على سطح الارض وبتكون لي ينابيع، والينابيع هي عباره عن مياه جوفيه. ولكن في حال هاي المياه ما طلعت على سطح الارض بشكل طبيعي، راح اضطر انه انا احفر داخل هذا الخزان المائي، بحفر اشي اسمه بئر، بئر ارتوازي او بئر جوفي. هذا البئر وظيفته انه انا بطلع منه المياه، بسحب المي الموجودة داخل باطن الارض وبطلعها للخارج عشان استفيد منها. اذا مراجعة سريعة على هذا الشكل اللي احنا شايفينه امامنا، في اعلى الخزان المائي عبارة عن طبقات منفذة، في تحتيه كمية من المي، المياه الجوفية بسميه خزان جوفي او خزان مائي. تحت هذا الخزان المائي في عندي طبقة كتيمة، طبقة لا تسمح للمياه بالمرور، فبتحبس هاي المي، بتخزنها، بيصير عندي خزان كيف الخزانات اللي احنا بنعرفها، ولكن خزان موجود، خزان طبيعي طبعا، موجود داخل باطن الارض، بيجمع هاي المياه، بيحبسها، ممنوع تتحرك، فبتتجمع كمية كبيرة من المي في هذا المكان. وهاي المي اما انها بتخرج بشكل طبيعي على شكل ينابيع اذا تقاطع سطح المياه الجوفية مع سطح الارض، او انها تحتاج اني احفر لها خزان جوفي عشان اطلعها واستفيد منها. اذا هاي ببساطة يا سادس مفهوم المياه الجوفية، وركزنا على المياه الجوفية لانها من اهم المصادر للمياه على سطح الارض. بشكل عام اللي حكيناه اليوم انه تقسيم المياه على سطح الارض، كان عندي ثلاث ارباع المياه الموجودة على سطح الارض او اكثر من ثلاث ارباعها، 97% منها عبارة عن مياه بحار ومحيطات، وهي مياه مالحة لا يمكن استهلاكها او لا يمكن استخدامها الا طبعا اذا اجرينا عليها عمليات تحلية وعمليات معينة رح نحكي عنها في الدروس القادمة، ولكن بشكل عام على وضعها على ما هي عليه لا يمكن الاستفادة منها. ضل عندي نسبة 2.5% هي فقط مياه عذبة، هاي المياه موزعة بنسبة 79% على شكل جليديات، 20% على شكل مياه جوفية، وفقط 1% على شكل مياه سطحية. لذلك المياه الجوفية مهمة جدا. المياه الجوفية هي المياه الموجودة داخل طبقات باطن الأرض، وبتوصل عن طريق مياه الأمطار، بتسقط مياه الأمطار، إما بتجري على السطح بتكون على شكل مياه سطحية، أو بتدخل إلى داخل طبقات الأرض وتسمى مياه جوفية، أو بتتبخر مباشرة. المياه الأمطار لما تدخل إلى داخل باطن الأرض بسميها مياه جوفية. كيف بتتجمع المياه الجوفية وكيف بتشكل كمية مياه اقتصادية؟ بيكون عندي طبقة منفذة تسمح للمياه بالمرور، فبتمر مياه الأمطار وتضل تتحرك داخل باطن الأرض لحد ما يكون في عندي طبقة كتيمة، هاي الطبقة بتحبس المياه، بتمنعها من الحركة، فبتتجمع المياه في هذا الخزان الجوفي بكمية كبيرة، إما إنها بتخرج بشكل طبيعي على شكل ينابيع، أو إنها بتحتاج إنه نحفر لها آبار ونسحبها عشان نستفيد منها. وهذا ببساطة كان درس مصادر المياه الاعتيادية أي الطبيعية. الحصة الجاية إن شاء الله أو الدرس القادم رح نشرح فيه مصادر المياه غير الاعتيادية. ياريت أي حدا عنده أي سؤال يزودني فيه بالتعليقات، أنا بتابعها أول بأول. يعطيكم ألف عافية.